أعزائي المشاهدين وأهلا بيكم في أولى حلقات برنامج ساعة في بيتنا. برنامجنا هيكون شامل، هنتكلم عن حاجات تقريبا موجودة في كل بيوتنا وبنعاني منها وبنواجهها. هنقدم لكم كمان يعني اقتراحات لتربية أولادكم، هنحاول نحل المشاكل الزوجية والأسرية. كمان هيكون معانا يعني هنعمل فقرات نناقش في كل ده، وغير كده هيكون معانا أكبر المستشارين في العلاقات الأسرية والزوجية ودكاترة نفسيين، وكمان هنتكلم عن كل ما يخص الأسرة المصرية ورواد السوشيال ميديا، وهنهتم بالست من حيث شغلها أو من بيتها، علاقتها بالناس، علاقتها بأولادها، بزوجها. هنتكلم في كل ده. وفي البداية يعني هو احنا النهاردة برنامجنا الحلقة هتكون بتتكلم عن العناد عند الأطفال. تقريبا دلوقتي مفيش فيه طفل بيطلع يقول لا ومعترض عن كل حاجة وما بيسمعش الكلام. ده بيواجهنا كلنا، وهنحاول ان احنا نشوف حل للعناد عند الأطفال. بس هيكون معانا الأستاذة آية محمد كمال، مرشدة أسرية وتربوية ومدربة تنمية بشرية. هطلع فاصل ونرجع مع أستاذة آية. مرشدة أسرية وتربوية ومدربة تنمية بشرية. هنتكلم عن العناد عند الأطفال. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بيك، يا عاملة إيه؟ الحمد لله تمام. إزيك؟ تمام الحمد لله. الأخبار؟ تمام. دكتور، محتاجين نفهم يعني إيه عناد أصلا؟ تمام. مبدئيا أنا مبسوطة إن احنا هنتكلم عن موضوع العناد النهاردة، لأن إحنا بنعاني الناس كلها بتعاني. أنا نفسي لما فكرت قلت أسأل الأمهات عندي على الصفحة، يا جماعة أنتوا إيه أكتر صفة بتضايقكوا في ولادكوا؟ تقريبا بنسبة 85 لـ90% الناس بتشتكي من العناد. عالية قوي عند الأطفال. كله شايف إن عند الأطفال دي مشكلة في الطفل. خلينا نقول طيب الأول زي ما سألتيني يعني إيه عناد. العناد هو عدم طاعة الطفل حتى لو كان في مصلحته. هو شايف ان انا هعند حتى لو ده في مصلحتي، انا هعند، انا هقول لا بس. تمام. طب من وجهة نظر حضرتك يعني العند بيبقى وراثة من الام او من الاب او من الجدود؟ يعني هو وراثة ولا بيطلعوا كده لوحده؟ لا بصي، انا عاوز اقول حاجة، ان اي صفة سلبية او سلوك سلبي ما بيبقاش وراثة. الطفل بيتولد حاجة بيضة تماما، ما فيهوش أي مشاكل، ما فيهوش أي سلوكات سلبية، باختلاطه بالمجتمع اللي حواليه، بطريقة تعامل أسرته اللي هو قاعد معاها، هو ده اللي بيبدأ يعني يولد. احنا اللي بنتعامل معاه غلط فبالتالي بيبقى طفل عنيد. احنا اللي بنتعامل غلط فبالتالي يبقى طفل عنيد، ويبقى طفل كذاب، ويبقى طفل في كل المشاكل اللي احنا بنشتكي منها دلوقتي. طب هو ليه أصلا الطفل بيبقى عنيد؟ تعالي نبدأ من الأول خالص، يمكن الناس تستغرب الموضوع ده. الطفل قبل سن السنتين، او خلينا نقول من هو عنده 6 شهور، لما تيجي ست مامته شهور من 6 شهور. بصي الناس ممكن تستغرب جدا، ازاي ازاي يعني ايه طفل ست شهور؟ شهور مش حتى مش هو فاهم. لا هو مش فاهم، وهو ما فيش اي حاجه. انا بتكلم بقى عن الام وطريقه تعاملها، هو ده اللي هيبدا يخلي جواه حافز للعند ان هو يعند. ازاي يعني؟ مثلا اول ما يجي مرحله 6 شهور، اول ما الطفل يبدا ياكل، فانا بمسك الطفل اكتفه واكله بالعافيه. هيرفض الطفل طبعا، ما بيعرفش يتكلم، ما بيعرفش يعبر عن رايه، ما بيعرفش، بس حطيناها جواه خلاص. خلاص احنا يعني فهماني، بنعمل اللي احنا عاوزينه. هو بيبقى غصب عن كل ام، انا عارفه، وهي بيبقى نفسها ان هي يعني تعمل اللي هي في مصلحه الطفل، بس هي مش مدركه ان ده بيخليه بعد كده يولد جواه سلوكيات سلبيه. يعني دلوقتي لما امسك الطفل وهو مش عاوز ياكل، بس انا لازم اكله عشان ده مفيد ليه. لا، ما مفيد ليه بس هتعملي مشاكل بعد كده قدام. انا بمسكه غصب عنه وباكله، الاكل مش عاجبه او هو شبعان، ويبدا يعيط، وبلاقي امهات بتكتف ومصارعه حره، تك تك تك، ويعني يعني لا في بلاوي بشوفها. فيبدا ياكل غصب عنه، فده يبدا يتخزن عنده. بس في برضو اطفال ما يعني بيبقى الام مش عنيده، الاب مش عنيد، وتلاقيه هو طالع لوحده. ما انا الام مش عنيده والاب مش عنيده، انا همشي معاكي نقطه اللي هو ده انت ازاي. بالظبط. انا بقى بدانا من 6 شهور بناكله غصب عنه. بنشوف الامهات حاجات يمكن تبقى غريبه بالنسبه للامهات، بس والله يا جماعه لو ركزنا فيها هنلاقي هي دي اسباب او بدايه البذره اللي رميناها في زرعه العند. يعني الاهل هم السبب فعلا، الاهل هم السبب في كل حاجه اكيد. انا لو مشيت معاكي خطوه خطوه هنلاقي ان كل ده بيولد العند. يعني اول حاجه احنا اكلناه بالعافيه. تاني حاجه، انا لما ابدا البسه تقيل،
لبست الطفل تقيل والجو عادي، هو بيبقى محران ومفرهد ومش قادر يقول انا حران، بس بيبقى كاتم جواه، بيفضل كده بيفضل كده لحد ما يوصل لمرحله السنتين ويبدا يمشي يرفض. لوحده، يبدا فاول كلمه يقولها ايه؟ لا. كل ده لا، البس ده لا. هو ايه لا دي؟ لا دي عشان الطفل عاوز يعبر عن شخصيته، عاوز يحس ان هو مستقل. ايه مشكلتنا مع الولاد؟ ان احنا ما بنديهمش شخصيتهم، ان احنا ما بنديهمش حريه التعبير والاختيار أكله أنا، ألبسه أنا، بمزاجي. أعمل له اه كل انت حاجة. خايفه عليه، كل ام خايفه على ابنها، أكيد. بس غلط. انا لازم اسيب له وبعدين حريه برضو الاختيار. قراراتهم أكيد، يعني مثلا هيرمي نفسه هسيبه، بالظبط بالظبط فلازم برضو يكون يعني هو اللي عند، حاسة إنه برضو مش كل السبب الأهل يعني. لا، كل سبب الاهل، 1000000% سبب الاهل. انا ما همشي معاكي خطوه خطوه، احنا مشينا تمام، بخطوتين قبل السنتين، قبل ما الطفل يبقى قادر يتحكم في مش قراراته، عارف يعبر عن مش عارف اللي هو يعبر، حاسس فكل بيه. حاجه بتتنفذ له غصب عنه. عفوا، لا هو في طبعا حابب الاكل ده او مش حابه، هو مش عارفه ايه، هو كل التفاصيل دي غصب عنه. طيب جينا بعد سنتين، الطفل بدا يقول ايه؟ لا بدا يقول لا. عاوزه اقول معلومه مهمه جدا لكل ام، لكل ام واب دلوقتي، قبل سن 6 7 سنين اي صفه سلبيه موجوده في الطفل ما تعتبرش صفه سلبيه، لو تعاملنا معها صح هتزول بعد الـ7 سنين. إيه ازاي؟ ازاي يعني؟ دلوقتي انا قبل سن 7 8 سنين المفروض ان الطفل بيبدا يعند، بيبدا يكذب، بيبدا يتعصب، بيبدا يغير، الحاجات دي بتطلع طبيعيه مع نمو الطفل حسب الاكتساب اللي اكتسبه حواليه. لو قدرت اتعامل صح معاه هيروح، اتعاملت غلط بعد الـ7 سنين هيبقى عنيد، هيبقى كذاب، هيبقى حسب الصفه اللي انا اتعاملت معاها غلط، بضطر ارجع لمتخصصين. زي مثلا العند. انا دلوقتي الطفل عنيد، اتعاملت غلط بعد سن 7 سنين، الطفل خلاص بقى عنيد جدا وبقيت انا مش عارفه اعاني معاه. طب ده بيبقى ليه حل ولا هو خلاص هيفضل عنيد طول عمره؟ طبعا ليه حل، بس خلينا نمشي الاول اسباب العند بالترتيب. تمام معاكي. زي ما احنا قلنا قبل مرحله السنتين اللي احنا قلناه، تمام. بعد سنتين لما يبدا في بقى بيني وبين الطفل ده حوار او بيني وبينه نقاش، اول حاجه الطفل ان انا مش بحسسه بشخص، مش بحسسه بشخصيته، دي اول مشكله طبعا لغياها وبتعامل انا، لغياها وانا بتحكم اتعامل. فيه زي ما انا عايزه. طبعا اغلب الامهات بتعمل ده. اصلا حاجه تاني الضرب، الايذاء الجسدي او الايذاء المعنوي، ان انا لما اشتمه، لما اضربه، لما اهزقه، لما اهينه، ده بيخلي الطفل عنيد. ليه؟ انت بتضربيني خلاص، ما هو انت كده كده مش عاجبك اللي انا بعمله، فانا مش هعمل اللي انا هخاف من عاوزه. حاجة انت خلاص. بالظبط. تالت حاجه الدلع الزياده عن اللزوم، يعني احنا خلينا متزنين، لا دلع زياده ولا شده زياده. الدلع الزياده بيخليه بعد كده انا كل حاجه بطلبها بتتنفذ لي، فانا بعد كده خلاص لما لما هاجي بتيجي اطلب حاجه ترفضي حاجة. هبدا اعند، ايه ده انت بتعند ليه؟ ما هو انت طول عمرك بتنفذي له طلبات، جاي دلوقتي ترفضي؟ فالدلع زياده خطر جدا. حاجه كمان ودي مشكله في كل او بعض الامهات، الام بتكسل. يعني ايه؟ ان هي تعاقبه او مش ان اسباب. هي تعاقبه، طبعا ده عندك حق جدا وهنوصل للنقطه دي، بس خلينا نقول مثلا الطفل دلوقتي مثلا عاوز يلعب بلاي ستيشن، او عاوز يجيب حاجه من فوق الدولاب، او عاوز يجيب يعني عاوز يجيب حاجه محتاج مساعده الام في اللحظه دي، فالام ماسكه الموبايل مشغوله، او الام معاها مكالمه مشغوله، او الام مشغوله في اي حاجه، فتقول له لا مش وقته. طب ليه مش وقته؟ ما دام الحاجه دي متاح ان هو يعملها، مش وقته عشان مش وقته بالنسبه لك. طب ما هو وقته بالنسبه له، طب ما هو وده دلوقتي فعلا فاضي. يعني على طول بيحصل لا مش اكيد. وقته، ماما ماما مثلا عاوز العب، مش وقته حبيبي، بعدين بعدين. طب لا ما بعدين ادتلوش بعدين، ثقة في نفسه واحترام لكلامه فهيبدأ يعمل ايه؟ يعني لا انا عاوز، دلوقتي. لا 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 انا عاوز. وخلينا ننط بقى من النقطه دي للنقطه اللي بعدها، ان هي تستسلم بقى لزنه، ان لا 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 انا عاوز، يبدأ الطفل يدبدب، يكسر، يحدف نفسه، يقعد يعمل اي فتضطر تعمل، اثاره لل وخصوصا لو بره البيت بتخاف مثلا من شكلها او انه يحطها في موقف محرج فبتستسلم. دي غلطة كبيرة جدا بتولد العند. انا دلوقتي الطفل ذكي جدا جدا جدا، انا دلوقتي شايف ان انا لو زنيت او ان انا عملت حركات هتخجل ماما، فماما هتستسلم. ليه؟ لان ماما استسلمت قبل كده، فانا خلاص عرفت اسلوب ماما. واستاذه ايه برضو ما بنشوفش الحاجات اللي في عيالنا اللي بره، يعني ما تلاقيش فيه صفه معينه ما تعرفيهاش اللي بره، فالمفروض فعلا يعني يكون ردنا بره، ما نخافش بالظبط من بالظبط. الاحراج، ما يعني نخافش من انا عندي طفلين، انا عندي مريم 8 سنين وعندي يوسف عنده 2 ونص. انا عاوز اقول لكل ام، انا عندي مريم ويوسف الشيء ونقيضه،
الناس شايفه والله فانا شايفه ان الناس ده طول الوقت، ودي نقطه من اسباب العند، المقارنه. يعني انت ليه مش طالع زي اخوك؟ وده غلط. انت ليه ما جبتش الدرجه النهائيه زي صاحبك؟ شايف ابن خالتك عامل ازاي؟ هو احنا عايشين كده، خلاص هم عاجبينك. هو بقى في جواه، خلي بالكم يا جماعه، الحوارات اللي انا بقولها دي بتبقى دايره جوه الطفل، بس هو مش فاهم ان دي بتدور جواه، فهو بيبدا يتصرف بناء على اللي بيحصل في اللاوعي. فلو خلاص انت شايفه ان اخويا احسن مني، انت شايفه ان ابن خالتي افضل، ولا صاحبي في المدرسه جاب اعلى، خلاص هفضل زي ما انا، فانا بعند. انت بتعند، انت مش عاوز تذاكر عندن؟ لا مش عندن، مش هو احسن مني، خلاص ده كله بيدور جواه، هو ما بيعرفش يعبر يعني عن ده. اللي فهمناه دلوقتي ان ما ينفعش نعمل كل سبل العقاب، ما ينفعش اذيه جسديا او معنويا، ما ينفعش ان انا اكون مش فاضيه ليه. نقطه كمان مهمه جدا، ودي عامله مشاكل كتير في المشاكل اللي بتجيلي، عدم اتفاق الام والاب على القرارات. يعني ايه؟ ماما انا عاوز اخرج. لا مش هينفع تخرج، اروح اقول لبابا. بابا اخرج، اوكي، يعرف يدخل لمين وقت دي ايه. عملت اولا كده، هو لغى شخصيه الام، فمش هيبدا يسمع كلامها. هيبقى في عدم طاعه، هيبقى في عند اللي انا بقول لك انت بتقولي لا بس انا هعمل اللي انا عاوزه، فانا بعند. فانت بتعند، لا ما هو بيعند، لان للاسف انت والاب مش متفقين، او يطلب حاجه من الاب يرفضها يروح للام توافق. فارجوكوا لكل ام واب، اتفقي انت وجوزك في قراراتك مع ولادك. انت قلتي لا او هو قال لا، يبقى قراركم واحد. حاجه تاني، ما تقولوش لا او على الفاضي، ما تقولوش لا للملأ. يعني ايه؟ نسمع الاول ونشوف لو متاح. أوكي. لو متاح بالظبط، يعني زي موضوع ان انا مش فاضيه فقلت لا، على الرغم ان بعد كده لو زن هتقولي اه، طب ما كان من الاول. فلما تقولي لا فكري 100 مره قبل ما تاخدي القرار ده. قبل ما تقولي لا فكري، لان ممكن اللا دي بعد كده تنفع. يبقى خليكي من الاول، هتخلقي طفل سوي، هتخلقي طفل عارف ان القرار اللي طلع منك ده قرار سليم، وانه فعلا ما ينفعش. حاجه كمان، اديله شخصيته في انه يختار، ما سيبلوش سؤال مطلق اجابه مطلقه. يعني ويتحمل نتيجه اختياره، صح غلط. هقول لك على اتفح حاجه، امهات تيجي تقول مثلا ايه، تاكل ايه النهارده؟ انا دلوقتي ام عملت معايا ده، انا عندي مشكله، قلت لها اديله اختيار لان هو يختار. جت بعدها قالت لي عملت اللي حضرتك قلتيه وما نفعش. ليه عملت اللي انت قلتيه؟ عملتي ايه اللي هو ايه؟ قلت له بقى تاكل ايه النهارده، قال لي طلب مش متاح ان انا اعمله. قلت لها ما انا ما قلتش كده، المفروض ما نقولوش تاكل ايه النهارده، لا انا احط له اختيارين، تاكل مكرونه ولا تاكل رز كذا. طب هو مثلا ما بيحبش ياكل او يشرب، يخلص طبقه كله. لازم تخلص طبقك كله. طب هو مش عاوز يخلص طبقه كله، طب اعمل ايه؟ تاكل معلقتين ولا تاكل نص الطبق؟ هاكل معلقتين. احمدي ربنا انه كل المعلقتين بسلام وهدوء، وهو مبسوط وانت مبسوطه، شويه هيجوع وياكل تاني، مش لازم اجبار. كان دايما الدكتور، بس دي ثقافه لازم يعني كل الامهات ياخدوا بالهم منها، لان مش لازم موجوده. مش اللي موجودة. هو مش بياكل، خايفه عليه، لا فانت لازم تاكل، فانت فانكد لازم عليه وانكد على نفسي، والاكل يكرهه زياده ويبدا يعند زياده، ويبدا ممكن في اطفال ترمي الاكل من تحت لتحت واسمها كلت. انا كنت بعمل كده وانا صغيره. يعني موجود. عاوز اقول لك ان زمان غير دلوقتي، جيلنا احنا زمان غير جيل دلوقتي. اصعب اصعب نظرا للتكنولوجيا اللي بقوا فيها، نظرا لحاجات كتير، الانفتاح اللي بقينا فيه، حاجات كتير جدا. فانا بقول لكل ام يعني اديله الاختيار. مثلا هو رايح خارج مع اصحابه، هتخرجيه رايحين النادي، هيلبس لبس. دايما الاقي الامهات يا عيني بتلبس ولادها، او الاطفال يا عيني، مش الامهات. انا النهارده ناصره الاطفال مش الامهات، انا عايزه الامهات يعني ما تزعلش مني. دايما تلاقي الام مطلعه لبس، البس ده، مش عاجبني يا ماما، مش عاوز التيشيرت ده، مش هو عاجبني ده هتلبس ده، وهو يا اما مش خارجين. طب ليه انت كمان عندتي؟ على فكره هي عندت من غير ما تحس، علمته اصلا يا كده يا لا يا لا، ايه ده انت بتعندي؟ طب اعمل ايه؟ ما هو انت مشتريه كل اللبس ده، المفروض بارادته او بارادتك، او انت راضيه عن اللبس ده كله، طلعي له طقمين يختار ما بينهم، وانت موافقه عليهم ومفيش انت مشكله. انت كده كده من جواكي موافقه، وخليكي ذكيه، انا كده كده موافقه، فها تلبس ده ولا ده. في الحالتين اي اختيار هيختاره هو مرضي ليكي، وكده رضيتيه وحسيتيه بذاته ان هو اختار. معنى ان هو يختار، هيبدا يثق فيكي، هيبدا بعد كده يحسه بشخصيه، مش هيعاند معاكي. حاجه كمان بنشوفها جدا في النوادي او في الملاهي بره، الاقي ام بتشد طفل بيتسحل على الارض كده، يلا نمشي، مش عاوز امشي، ويبقى في مد وشد وجذب وحاجات رهيبه في ان هو مش عاوز يمشي، وبيعند معايا، بصي يا دكتور ازاي، او بصي يا استاذه. طب في الحاله دي نعمل ايه؟ بيبقى في بره في ناس واحراج.
المفروض ان انا ما فاجئوش. هو انت قررتي انك تمشي الساعه 9 مثلا، فانت قمتي بمزاجك، مشيتي بمزاجك. طب ما هو عاوز يقعد يلعب شويه. اخد رايه الاول يعني. لا، المفروض المفروض انا هعمل ايه؟ انا عارفه ان انا همشي في وقت معين قبلها بساعه. مثلا محمد يلا نمشي ولا نستنى نعمل شويه؟ حسابك. نمشي دلوقتي ولا نستنى شويه؟ انا قبل الميعاد بساعه اللي انا همشي منه، فهو طبيعي يقول ايه؟ لا نستنى شويه، مش عاوز امشي دلوقتي. هي كده حسسته ان انا اوكي نفذت لك رغبتك، وليه رأي خلاص وشخصية. هنستنى شويه. هي كده كده اصلا كانت ناويه تستنى شويه، فاهمه قصدي؟ يعني هو ناوي يمشي. قبلها محتاج اهتمام كبير جدا بالطفل، وايه المشكله لما نهتم؟ دي في امهات كتير تقول لي كده، تقول لي احنا ايه مجهود يعني، مجهود. كل طب خروجه انا كل هسال موقف سؤال، ده لازم اركز. مجهود اوكي؟ احنا دلوقتي الناس كلها بتقول ان ده مجهود، ان انا اقعد اقول له طب تاكل كذا ولا تاكل كذا، طب تمشي الساعه كذا ولا تمشي الساعه كذا، طب ده مجهود ولا الصراع اللي بيحصل بعدها، وانه يتخانقوا وان هو يعيط وان هو يدخل اوضته وانه ممكن تضربه وان ممكن هي بعد كده خلاص مخها بيقفل ما بتعرفش تكمل اي حاجه في المهام المنزليه، او ان هي تبقى نفسيتها تتعب ويجي لها ضغط. من الضغط اللي في انهي مجهود اكبر؟ وعملت جواه سلوكيات سلبيه، انهي مجهود اكبر؟ احنا مشكله ان احنا لو فكرنا شويه، احنا عندنا مشكله كبيره ان احنا بنرمي كل ضغوطاتنا على اولادنا. انا مش فاضيه لك بنتعصب دلوقتي، سيبني في عليهم. اللي انا فيه. هو ماله اللي انت فيه؟ هو ذنبه ايه؟ ما هو انت اللي فيه، هو ملوش ذنب فيه، هو ليه حق عليكي؟ معلش، انت لو داخله مدير عندك، لو شغاله عند مدير، همسك اعصابي وهستحمل. ممكن يبقى المدير ده صدغ، وممكن المدير ده فيه العبر، بس لازم ما الابتسامه ينفعش العريضه اتعصب واعرف عليه، امسك اعصابي طب ليه ما بتعمليش كده مع طفلك؟ عشان سيطرتك؟ قادرة عشان عليه. ايوه فعلا صح. فدي مشكله كبيره بتولد عند مشاكل كتير بنعملها مع اولادنا، بتولد عند حاجه كمان، ان الطفل بيقلد الام والاب. انا بشوف ماما بتعند، هتاكل؟ لا مش هاكل. لا هتاكل؟ لا مش هاكل. الاتنين علمته العند اصلا من غير ما تاخد بالها. فانا بقلد ماما، انا بقلد ماما. وممكن تكون حاجه، في ناس يعني، مره كنت في حلقه فالمذيعه قالت لي بعد ما خلصنا الحلقه، قالت لي على فكره انا يعتبر في حاجه كتير مش بعملها، بس انا مش بضربه. قلت لها بتضربي اخوه؟ قالت لي اه. قلت لها مجرد رؤيته بيشوفوا للحدث جوه البيت مع حد من اقربائه، اخوه، اخته، مامته، باباه، لما يشوف الاب والام بيتخانقوا مع بعض، ده بيخلي جواه في طاقات سلبيه، في سلوكيات سلبيه. فهمتي تمام. طب قصدي؟ هو العناد نوع واحد ولا في انواع كتير من العناد؟ حلو جدا السؤال ده. العناد انواع كتير. اول حاجه في اللي هو العناد مع النفس. ايه العناد مع النفس؟ ازاي؟ ان انا والله عشان اضايق ماما فانا مش هاكل، من غير اي من معاملة او غير من اي، غير على اي الرغم ان كلام. هو ممكن يبقى جعان جدا ونفسه ياكل وعاجباه الاكل اللي ماما عاملاه، ايه بس في حد بس كده عشان بيعاند من في نفسه؟ اطفال كتير جدا، طب انا مش هاكل كل ده، طب والله ما هاكل، ويبقى نفسه يجوع، وحتى ممكن اخته تخش له من تحت لتحت كل فياكل، بس هو بيعند معاها مش عاوز ياكل وبيضر نفسه، بس هو مش حاسس ان ده غلط. ده درجه وحشه جدا من العناد. في عناد مفتقد للوعي، اللي هو خلاص انا هنزل عاوز البس خفيف والجو برد. حبيبي طب الجو برد، احنا لازم نحس بده. لا انا عاوز اعمل ده، انا بعند وخلاص، مش واعي ان الظروف اللي انا طالبها مش متاحه للبيئه المحيطه اللي حواليا، للطلبات اللي انا طالباها. معلش هقطعك، خلينا هنكمل انواع العناد بس نطلع فاصل ونرجع لكم مرة تانية. اوكي ورجعنا لكم مرة تانية ومعانا أستاذة آية، هنكمل باقي انواع العناد. اوكي احنا كنا قلنا نوعين، هنكمل في نوع من العناد اسمه عناد التصميم والاراده. ده احلى نوع عناد، وللاسف الامهات بيتعاملوا معاه غلط. يعني ايه؟ يعني مثلا طفل لعبته بتتكسر فهو عاوز يصلحها، فهو عنده اراده ان هو عاوز يجرب ان هو يصلح حاجه، فلا لا 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 سيبها خلاص، خلاص خلاص، جيب لا يا واحدة ماما عاوز تانية. يصلحها، انت بتعند كده ليه؟ لا هو بيعند بس أحسن حاجة كويسة. بالظبط، سيبيه يجرب، ما عرفش خلاص. ده عناد لطيف جدا بس احنا بنتعامل معاه غلط. في عناد اللي هو عناد اللي هو الاضطراب بقى السيكولوجي، اللي هو ده اللي بيبقى مشكلة كبيرة وبنحتاج فيه متخصصين. طب امتى نعرف ان الطفل ده عنيد ومحتاج ان هو يروح لمتخصص او كده؟ لما نعدي مرحلة ال8 سنين ويبدأ يناد على أي حاجة وكل خلاص حاجة. كبر. عاوز أقول بس في حاجة من الأسباب اللي احنا ما يعني ما قلناهاش، من أسباب العناد الخوف الزيادة عن الولاد، عن أولادنا. بيخاف من الأم أو الأب الخوف، احنا خوفنا زيادة عليهم. عليهم. احنا يعني برضو من قبل سن سنتين وحتى لما بيكبروا، حاسب بس تخبط، حاسب تقع في من السور، حاسب بس لو انت ماسك كوباية توقعها، حاسب. القلق زاد، فلا بس تلاقي الطفل ده بيقولك موجود ايه، لا بيوصل. انا عاوز امسك ده،
تمام، هو عاوز بس يثبت بيوصل شخصيته. مع الامهات لحاله مرضيه، يعني في امهات بتوصل من كتر خوفها على ولادها مشكلة بتبقى عندها ارق في مشكلة حياتها كلها. مشكلة مشكلة. وفي برضو من الأسباب تاني إن هي تقعد تذكر السلوك السلبي، دي أصلا يعني سبب لكل مشاكل السلوكية بتاعت انت ولادنا، مش مش العناد ذكي، بس، انت مش مؤدب، انت إن هي تبقى قاعدة مع الأب، مش هقولك مع حد، تنتقد. مضايقة، مضايقني قوي الواد ده، عنيد قوي، عنيد قوي. فاللي هو هي فاكرة، انت فاكرة انت بتعملي كده ازاي، او تبقى بتتكلم مع صاحبتها ولا مع خالتها ولا اي اي حد حد، تتكلم عليه بشكل انك سلبي. تتكلمي عن الصفة السلبية دي، هي كده فاكرة ان هي يعني ما اعرفش، بتفضفض خلاص، فضفضي لوحدك مش قدامه، دي بتخليه تزود السلوك السلبي. حاجة كمان، عدم المساواة بين الولاد، ان هي يعني دايما تتميز ده عن ده، اللي بيقل التمييز ده بيولد جواه عند تمام. عدم المدح، عدم الثناء، كل الحاجات دي، ان انا مثلا بعمل حاجه كويسه، المفروض ما فيش فرق بين ماما انا التصرفات روقت الاوضه، الإيجابية. ماشي تمام. ماشي، طب هو بيروق الاوضه يعني هو مستني منك كلمه حلوه، مستني اهتمام، مستني ان انت تلفتي، هو عاوز يلفت انتباهك. هو الطفل لما بيند بيند ليه؟ بيند عشان يلفت انتباه الام والاب، بيبقى هم هاملينه. اخر حاجه من عايز الاسباب، يعمل شو في البيت عشان في يلفت اطفال نظري. بتكسر، بتقولي والله انا بعمل معاه كل حاجه وبيعند ويروح يضرب اخوه، قلت لها بيعمل كده لان انت مشغوله عنه، ماما انا عاوز العب عايز مش حد هينفع يهتم بيه ماما، بس هو بتقولي ازاي عاوز اهتم بيه، بطريقة غلط. انا لما بقوم بضربه، قلت لها مش ده مش فارق معاه، المهم ان هو قومك من ماسكه الموبايل، ان هو قومك من ان انت بتتكلمي مع صاحبتك، فعمل حاجه، كسر حاجه، ضرب اخوه، عمل حاجه خليتك تسيبي اللي في ايدك معلش أنا وتقومي له. آسفة هقطع حضرتك، معانا محمود. اوكي، السلام عليكم. وعليكم وعليكم السلام، السلام. ازيك محمود؟ الله يسلمك، تمام، أنا اتفضل. مستمتع جدا بصراحة باللقاء بتاعك. ربنا الله يخليك، يخليك، ميرسي جدا. الله يخليك. وبصراحة يعني حضرتك ما شاء الله ما شاء الله، والدكتورة يعني عاملين بصراحة لقاء ممتاز جدا. ميرسي ليك، ربنا يخليك، كنت عايز بس أسأل سؤال يعني اتفضل. للدكتورة، هو أنا عندي نفس البنتين ونفس كل حاجة وبعاملهم نفس المعاملة، بس في بنت بتكون فيها عندها عناد والبنت التانية لأ. انت أعمارهم حضرتك إيه؟ بتقولي هو من العيلة نفسها او من كده، بس انا بعامل نفس أعمارهم إيه؟ البنتين، أستاذة إيه بتسأل حضرتك؟ يعني الفرق سنتين مثلا، واحدة عندها 11 وواحدة 9. عدوا. أنهي اللي عنيدة؟ العنيدة الصغيرة. الصغيرة. طيب هو يعني أنا قلت أسباب العناد كتير، منها يا إما في ضرب بيحصل في البيت، يا إما في تهديد طول الوقت، يا إما مثلا ما بتدوهاش شخصيتها، يا إما بتقارنوها بأختها الكبيرة، إن أختها بصي أختك اعملي زي أختك، ليه مش زي أختك؟ ممكن يعني ممكن بتعمل حاجات كتير. على الرغم ان انا اعطيهم الثقه جدا في نفسهم، من يعني بحاول ان انا اشتغل في قراراتهم كلها، الصوت بيقطع. يعني كل القرارات هم فيها يعني بشركهم، جميل جدا ما بفرضش عليهم يعني ما جميل فيش ضرب. جدا، يعني جزاك الله كل خير ان وحته حاجة الضرب والحاجات دي ما فيش ضرب خالص يعني. مش سامع. هو لا اللي يعني ما فيش الصوت ضرب، يعني بيقطع، ما فيش ضرب ولا حاجه يعني. مفيش ضرب، في مقارنة، في ان حاجة بتقول لها ليه بتعملي، ليه بتعندي، في ان حضرتك مثلا بتسوي يعني بتميزها عن اختها. لا، ما عنديش التمييز خالص يعني، انا لو جبت حاجه للكبيره بجيبها للصغيره، ولو جبت الصغيره بجيب للكبيره. طب هل بتقول لها انت بتعندي ليه؟ طب اوقات ممكن تكون حضرتك اوقات بس الام، ايه تعامل الام معاها؟ يعني برضو نفس الوضع نفس الطريقه، مش اكيد نفس الطريقه يعني بيبقى في اختلاف شويه طبعا اكيد، لان هم قاعدين في البيت وكده مع مع الام اكتر، ما هو دايما الاب بيبقى طبعا. متفاهم عن الام وبيبقى هو الاب الجميل بالنسبه للبنات. بالظبط. فانا شايفه ان يعني انا عاوزه اشوف الام هي بتعمل ايه في البيت، هي تبقى قاعده تمام. الوقت الاكبر معاهم. ممكن يكون لو بيحصل بينكم خلافات مثلا ده قدامها، ممكن يكون مثلا يبقى قراراتكم مش واحده، واضح ان حضرتك مدلعهم جدا، ربنا يخليهم لك، بس الله ممكن يخليك، تكون ربنا الام يخليك. مثلا هي المسيطره، او ان هي اللي مثلا بترفض ويجوا البابا، بابا يوافق. تمام. تمام، اه بيحصل ولا ايه؟ والله في اوقات بيحصل. يعني بصراحة. الحاجات دي ممكن تكون يعني بالنسبه لنا مش واخدين بالنا، يعني بالنا منها، بس الحاجات دي بتولد عند من غير ما نحس، تمام. ان ماما بتقول على حاجه لا مش هينفع، فهنقول لبابا، بابا هيقول لها معلش يا ماما وافقي عشان خاطري المره دي، فعشان تمام. خاطري المره دي بتخليها عنيده. طيب شكرا استاذ محمود. استاذ ايه هترد على حضرتك؟ تمام، انا قلت له زي ما قلت، يعني لما بيقول لي هو دايما الاب هو يبقى مدلع على بيدلع البنات بالنسبة للبنات، والولد تلاقيه الام، الام اكتر. فهو الاب مدلع على البنات، فطبعا طول الوقت ما دام هم مدلوعين باباهم طول الوقت في البيت، بتلاقي الام هي المسيطره، هي الشديده، فبيروحوا هي اللي مش عارفه للطيب. ايه، فيروحوا للاب اللي هو،
فهو غصب عنه ممكن يكون بيعمل حاجات هو شايف ان هو مش مقصر وفعلا مش مقصر، بس تصرفات صغيره مش حاسس بيها محتاجين يعني تركيز كبير جدا جدا في اقل التفاصيل، في اقل احنا مستحيل التفاصيل نقدر طبعا نعمل جدا. كده، ممكن تبقى الام مثلا صعبه مش قوي. فاضيه، والله ما صعبه، هو الصعب ان احنا لما نتعب زياده، والصعب ان احنا نبدا نضطر نلجا للمتخصصين، الصعب ان احنا نتعب، مرحله وفي اصعب، ضغط بيجي للامهات، وفي مشاكل، وفي تبقى الام بتقصر بعد كده مع لا اولادها وخصوصا مع لما يكون جوزها. في طفل كبير او طفله وبعدها بفتره بسيطه قوي جه طفل تاني بيتعلم منه دايركت من غير اي. انا عاوزه اقول لك حاجه، ان برضو يعني اخر سبب انا حابه اقوله، ان ساعات الامهات بغصب عنها تطلب طلبات كتير من الطفل ورا بعض، ازاي يعني تحمله فوق طاقته، ازاي لما اوردر تصحى من النوم اغسل سنانك وروق اوضتك وقوم حل الواجب واعمل مش عارفه ايه، طريقة الاوردر غلط. هو كده كده هيعمل كل ده، بس ممكن لو سمحتي نقول له طلب واحد يخلصه، نروح طالبين حاجه تانية، او نقول له طلبين. الطفل لما يحس ان في لود اوامر نزل عليه، حمل من الاوامر فوق طاقته، فممكن يقول لها لا انا مش عاوز اعمل ده، هو لا وخلاص. رفضت وخلاص. طيب فاهماني؟ معانا سامي. اه معاك يا ابني. استاذ سامي اتفضل. السلام عليكم. وعليكم وعليكم السلام السلام. اتفضل. ازيك يا ابني؟ ازاي حضرتك؟ إيه معلش، ممكن حضرتك تسمعنا من التليفون؟ الصوت إيه بيتكرر. معاك. الو، حضرتك كنا عايزين نسافر، بس كان في طفل عنده سنة وثلاث شهور ولسه ما مشاش. لسه ايه؟ لسه ما مشاش. هو ده مش موضوع حلقتنا. شكرا لحضرتك، ان شاء الله نعمل حلقة تانية ونتكلم فيها دي عن حاجة طبية يعني. اه اه هو مش موضوع حلقتنا، وان شاء الله نرد مرة تانية. ما فيش مشكلة. شكرا. اتفضلي. وكنا بنقول ان احنا ما نحملش الطفل فوق طاقته في الاوامر. نرجع لان انا عندي طفلين، عندي يوسف عنده سنتين، اه ما اوكي؟ شاء الله. فسنتين ده وعنيد جدا وشقي جدا وهايبر جدا، كل حاجة عكس مريم، فانا ما ينفعش اقارنهم ببعض. في ناس دايما تقول لي تعبين ايه ده، بس مختلف تماما. او اللي هو اشوف اختك هادية كويسة طبيعي كده يا جماعه انه يبقى في بينهم اختلاف، طبيعي ان يبقى في بينهم اختلاف في التفكير، اختلاف في الحركه، اختلاف في كل حاجه. علشان اوعي ولد تقارني، وبنت. مش لو بنتين، اه ما ينفعش كل طفل المقارنة يعني. ممنوعة. دايما الاقي ام تقول لي دي شاطره جدا بس دي بتحفظ كويس لكن دي ما بتحفظش كويس، ما تقارنهاش، ما هي المقارنه دي اللي بتولد سلوكيات سلبيه. احكي موقف سريع جدا ليوسف. اتفضل. يوسف مره كان داخل لبابا فماسك الشوز، عاوز يرمي عليه الشوز وهو مش فاهم، عاوز يلعب فبيرمي عليه بتسلى. الشوز. فاللحظه طبعا هو جوزي برضو في نفس التخصص والحاجات دي، فهو قال له فاهم. بس غصب عنه يعني ايه، راحت منه المره دي، قال له اتعامل لا غلط. يا يوسف ما تعملش كده، يوسف غلط كده يوسف، وهو فرحان جدا وبيضحك وعاوز طب ايه هو اللي هو موقف زي ده، ما انا مش فاهمه برضه، موقف زي ده المفروض اعمل ايه؟ يعني هو هيحرف الشوز في عامل وشي، ايه، وهو اتعصب، وهو عشان اتعصب يوسف بيعند. انا طب جيت جري، المفروض اعمل ايه في موقف عملت زي ايه ده؟ بقى بمنتهى السهوله، دخلت عليه قلت له يوسف، قال لي نعم، قلت له انت عاوز تحط الشوز في الجزامه، قال لي اه، قلت له حطها، وجهت دماغه لحتة تانية. وجهت دماغه حته تانية. الطفل سهل برمجته. انا لما اقول للطفل، وعلى فكره اي انسان تقدر تبرمجه وتحكم فيه، اللي عندها مشكله مع جوزها، اللي عندها مشكله مع اولادها، انا لو ضحكت على عقل اللي قدامي حتى لو انا وهو مش مقتنعين، والله هيبقى زي ما انت عاوزه. ازاي يعني؟ لما اقول لبنتي انت شاطره جدا، انت جميله جدا، انت هتبقى شاطره. لما اقول لجوزي انا بحب فيك قوي ان انت بتخرجني، هو ما بيخرجهاش اه الخطة دي خالص، هيزود خروجه. وممكن هو يقول ايه ده، ايه ده، في ايه، ما بخرجهاش اصلا، هي ازاي بتحب الموضوع ده وهي مش مقتنعه. المخ بياخد الكلام يخزنه، فيبدا ياثر عليه ان هو ينفذ الكلام اللي انا قلته فيه. فانت لما تقولي لطفلك انت عنيد، هيعند. انت برافو عليك بتسمع الكلام. انا دخلت عليه قلت له ايه، يوسف حبيبي ايه ده، انت عاوز تحط الشوز في الجزامه، غيرت اتجاه غيرت تفكيره. تفكير. اه راح بمنتهى السهوله. كان ممكن بعد شويه الاقي الشوز اترمى، والاقي عصبيه حصلت، والاقي حاجات حصلت غلط. أكيد. هو بس معانا مداخلة. إيه أمل؟ ألو. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. بس لو سمحتي، أنا عندي طفلة عندها 3 سنين، تمام، وعنيدة جدا جدا، ما بتسمعش كلام حد. أيوه. قولي لي حضرتك أتصرف معاها إزاي؟ حضرتك عصبية؟ أه بتضربي؟ أه كنت بضرب، بتقارنيها؟ خلاص انا هنوصل لك حضرتك يعني بصي، لو بصي انا اي طفل. طب عندك حاجه تانية عاوز تقوليها ولا خلاص كده؟ لا وحضرتك كنت بوديها لدكتور تخاطب، بس هي كانت بتتهته. بتتهته، ما هي بتتهته عشان اه اقول لك ليه برضو. تمام. طب عندها اخوات؟ نعم عندها اخوات؟
عندها اخت عندها سنه وثلاث شهور. اوكي يعني هي كبيره. ايوه تمام ماشي. هي عندها حاجه تانية تقولها؟ حضرتك لسه عايزه حضرتك تقولي حاجه؟ يعني اتصرفنا ازاي؟ حاضر اوكي تمام شكرا ليكي يا الاستاذه ايه. هترد على حضرتك؟ انا لو كنت كملت باقي الاسباب كانت هتقول في كتير. حضرتك عصبيه، هي اصلا باين وهي بتشتكي متضايقه متحامله عصبيه، العصبيه بتخليها عنيده، الضرب بتخليها عنيده. يعني احنا اللي نعالج نفسنا الاول. احنا نعالج نفسنا. انا اي مشكله بتجيلي، بصي بقى، انا اي مشكله بتجيلي في الرسائل الاقي ام بتقول لي انا ابني كذا وكذا 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 وكذا، اسيبها تتكلم براحتها جدا. في الاخر هي في الاخر وانا عاوزه اجي اشوف انا احجز ايه ولا نعمل ايه وتفاصيل كده كتير جدا. في الاخر انا ما فيش مشكله جات لي الا ولازم بقول للام والاب الحل في ايديكوا، الحل مش في ابنكوا ولا بنتكوا. والله يا جماعه الولاد ما محتاجين حل، الحل في ايد كل ام واب. هعمل ايه لما توديه يقعد في مكان ويستوعب وياخد ارشادات كويسه ويرجع لنفس البيئه اللي قاعد فيها اللي ما عملناش حاجه؟ فالعلاج المهم البيت. في الام والاب والاخوات. الاخ الكبير بيبقى مسيطر وشايف نفسه انت تسمع كلامي. لو الام كمان في موجود اللي هو اخوك الكبير اسمع كلامه، دي مشكله. دي مسؤوليه الام والاب مش مسؤوليه. واظن المكالمه الاخيره ان هي عندها طفله اختها صغننه، اظن ان هي محمله الكبيره مسؤوليه الصغيره، ودي مشكله كبيره جدا. اوعي تحملي مسؤوليه طفل على طفل تاني، اوعي. كل طفل ليه مسؤول عن نفسه. معانا مداخله دكتور عمرو عبد السلام، اهلا بحضرتك. ازيك يا استاذ امين، عامله ايه؟ ازاي حضرتك دكتور عمرو؟ منوره الدنيا منورة. دايما الشاشه جميله ربنا جدا يخليك. بيكي وفي الضيفه العزيزه معاك الاستاذه ايه، يعني الواحد في حضرتها ما يعرفش يتكلم اي حاجه خالص. انا يعني انا سعيده بوجودها فعلا. والله يا دكتور مكالمه حضرتك والله مفرحاني جدا. الله يسعدك، ربنا يوفقك يا رب ويكتب لكم الخير في الحلقه والحلقات الجايه ان شاء الله. ربنا يخليك. استاذه ايه ربنا يكرمك. انا كان عندي بس سؤالين عايز اسالهم لك. هو سؤال ممكن يكون ليه علاقه بالموضوع وسؤال تاني ملوش علاقه بالموضوع، يعني مفيش مشكله. تمام الله يكرمك. الحاجه الاولانيه، انا عندي ابن اخويا هو سنتين، دايما كلمه لا على طول في بقه. تمام تمام. مثلا اقول له تعالى يا براء يقول لي لا، كل لا. تمام. فعايز اعرف ده ممكن يتعامل معاه ازاي. حاجة تانية، عندي ابن أختي أربع سنين وكام شهر كده، كل حاجة بيجي يعبر عنها بيعبر عنها بالعياط، حتى لو هو مش بيعيط فعليا يعني، بس هو بيعبر عنها إن هو لازم يعيط ولازم يحسس اللي قدامه بلفت الانتباه. بالظبط. بس تمام. فهم دول بس النقطتين، وسعيد جدا جدا أنا كنت معاكم في المداخلة. أنا أسعد جدا لمكالمة حضرتك دكتور، نورتنا بجد. أول حاجة الطفل اللي عنده سنتين أو عندها، مش فاكرة كانت بنت ولا ولد، كل حاجة يقول لأ. اكيد كان قبل السنتين كان بيتم معاه الحاجات اللي بتعمل غصب عنه، ان هو ياكل غصب عنه، ان هو يتخاف عليه. خلي بالك، عارفه الطفل اول ما بيبدا يمشي ببدا اقول له خلي بالك، حاسب، طب هاتيه اعمليه. والله يا جماعه حاجات تافهه او تبين لكم ان هي تافهه، بس بتفرق جدا في سلوك الطفل. فالطفل اول ما اتكلم قال ايه؟ لا. قال لا. ليه؟ طب ابطل ده ازاي؟ بلاش يدوله اوامر كتير. انا مش فاكره كانت بنت ولا ولد، بلاش ولد تقريبا. بلاش يدوله اوامر كتير عشان ما يضطروش ان هو يقول كلمه لا. ما يحطلوش اسئله اجابتها او لا، يعني مثلا تاكل لا، كذا ولا كذا، تلعب لا، ما لا، هو تيجي تعمل كذا ولا كذا، او ايه رايك نعمل مثلا كذا. يعني حاولوا يوجهوه بطريقه ان هو ما يجاوبش اجابه كلمه لا، وبالراحه عليه وما يتعصبوش عليه لما يقول لا. يعني حتى لو قال لا ممكن ياخدوا الموضوع بتهريج، ايه ده لا، ازاي لا، ويقعدوا ياخدوها بكوميديا، ما يعملوش فوكس، ما يركزوش ان ايه ده لا، فيبدا يحس ان ايه ده، دي لا دي لفتت انتباهي كله وعامله لهم تفكير وعامله لهم مشكله. فلا، يعدوا الموضوع شويه شويه. دي اول طفل. ثاني طفل اللي هو عنده اربع سنين. معانا مكالمه ونرجع نكمل. طيب اوكي. استاذ شريف، الو استاذ شريف، الو الو، ايوه مع حضرتك. معلش وطي التلفزيون وكلمنا من التليفون لو سمحت عشان الصوت بيتكرر. طيب شكرا لحضرتك. خلينا نتكلم في الطفل الثاني اللي هو يحب يعيط عشان يلفت النظر. اربع سنين بيحب يعيط عشان يلفت النظر. هو اكيد كان مهمل علشان كده بيحب يعيط، واكيد لما جرب وسيله العياط
لقى استجابه حلوه جدا، بدليل ان هو الدكتور نفسه قال عشان يلفت النظر، ممكن يكون ما بيعيطش بس بيعيط عشان يلفت نظر اللي حواليه. طب فايه ليه الحل؟ يعني عدم اهتمام بيه او حاسس انه مش هو بالظبط؟ ايوه كده بقى، خلاص الموضوع واضح خلاص كده، هي كبسوله يا جماعه. والله الحلقه دي فعلا لو كل واحد التزم بالنقط اللي احنا بنمشي طيب عليها بس احنا عندنا هتحلوها. يعني انا عندي روفان اهتمام مفيش، يعني بهتم بيها جدا ومع ذلك بتعمل التصرفات دي، بما انت بتدلعيها زياده عن اللزوم، يعني اهتمام مفيش اصلا اهتمام بحد غيرها هي و... ما هو ده مش صح، اهتمام زياده غلط، ولو كل طلباتها اللي هي عاوزاها غلط. لا احيانا زن من غير اي داعي ومن غير، ما هو هي مش عايزه حاجه، هي بتزن بتزن عاوزه حاجه ولا مش بتزن عايزه خلاص؟ حاجه يبقى وانا بتزن مهتمه عاوزاكي، بيها جدا. يبقى بتزن عاوزاكي تقعدي معاها ماسكه حاجه مشغوله ما عنها بفهمهاش، مش عارفه، يعني. احيانا ببقى مشغوله. ما هو مش عاوزاكي تبقي مشغوله، يعني حاولي تهتمي بيها وتركزي معاها. هي بتزن وخلاص ليه؟ عشان تلفت انتباهك، بتزنه حتى لو انت مهتمه، انت ممكن ما تكون انا بقول مهتمه بيها قوي مهتمه يعني. بيها ان انت بتلبي لها رغباتها وكل حاجه، بس هي عاوزاكي تقعدي معاها، تقعدي جنبها، تلعبي معاها حاجات، فاهمه يعني؟ اصغروا لاولادكم، اصغروا لهم. ننزل لسنه. اه والله طيب نكمل، يعني عايزين بقى حلول للمشكلة دي. الحلول، اول حاجه نوقف الضرب. صعب عليا قوي ان انا اوقف الضرب، لا مش صعب، زي ما بتقدري تسيطري على نفسك في اي مكان مع اي حد، سيطري على نفسك مع طفلك. ما تحسيش ان انت بتسيطري، ان انت قويه عليه وهو اضعف منك فبتقدري تضربيه. بلاش تقارنيه باي حد، بص اختك عامله ازاي بتسمع الكلام، بصي اخوكي مش عارفه بيعمل ايه، برافو عليك انت شاطر. لا الحاجات دي ما ينفعش، هو كده مش هيغير فيبدا يعمل زي اخوه ولا اخته، لا بالعكس هو هيعند. اقروا لهم قصص عن العند بس بشكل غير مباشر، لان الاطفال ذكيه. ما بقاش جايه اقول له تعالى انا احكي لك قصه عن العند النهارده، هتحكي لي عن العند؟ ما انا مش سامع بقى خلاص. مش عايزه. لا انت ممكن تحكي قصه، والله كان في النهارده مش عارفه كذا وكذا وكذا، وتخلي الطفل هو اللي يعقب معاكي ويعلق ان ايه رايك في الواد اللي عمل كذا، ده كويس لا مش كويس. فيبدا هو لما يقول الحلول معاكي في القصه اللي انت قريتيها، ده هيبرمج نفسه ان هو ما يبقاش كده، هيبدا يفكر بينه وبين نفسه ان انا بعمل زي القصه، فهبدأ أعمل نفسي إن أنا بقى كويس. تمام. طب معلش أنا قطعت مرة تليفون. تانية، أستاذ شريف رجع تاني. أوكي. ألو ألو. طيب هو قطع تاني. تمام. بلاش تعندي معاه عشان ما يعندش معاكي، يعني بلاش لما تقولي لأ فهو يقول لأ فتردي عليه بلأ، لا انهي الموضوع انك تنسحبي من المكان اللي هو فيه، ما دام قلتي قرار ما تجادليش معاه فيه، بس اتأكدي ان قرارك صح. يعني لو قلتي لأ يبقى هي لأ، اوعي ترجعي في القرار اللي قلتيه مهما حصل، سيبيه يختار. يعني انا دلوقتي لما يجي يوسف ابني عاوز يمسك كوباية الشاي السخنة جدا، فكله لا 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 حاجة حاسب خطر عليه حاسب المفروض حاسب، معلش هسيبه بقى دي. انا سبته، هسيبه. وممكن والله ساعات خدت ايديه عشان المسها، ما هو لا 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 حاسب، الممنوع مرغوب. انا دلوقتي عنده فضول، الاطفال عندها فضول ان هي تعرف ايه ده، طب ليه لا؟ انا عاوز اعرف بيحصل فيها ايه. خلاص جرب طب ما الكبار واتحمل. بيمسكوها ليه انا ما بمسكهاش؟ عشان انت صغير. ما هو انا مش فاهم يعني ايه عشان انا صغير وعاوز احس بشخصيتي، فبعند فبنتعصب عليه فيبدا يعمل من ورايا. ايه الحل؟ لو في خطر هيحصل لطفلي بس خطر سهل التعامل معاه، يعني من يعني لا قدر الله مش يتكهرب، مش حاجات كبيره، خليه يجربها. يعني انا لما ابني هيمشي على حاجه واقول له حاسب تقع، لو قلت له حاسب تقع هيقع، لا سيبيه يمشي عشان يقع ويجرب. عشان ما يقربش من مكان تاني. سيبته يلمس كوبايه الشاي، بقيت احط الشاي واقوم واسيب الاوضه ما بيقربش منها، ليه؟ عشان عارف ان دي فعلا خطر. تمام. فاهماني؟ معانا مداخلة مروة. ألو السلام عليكم. وعليكم وعليكم السلام السلام. مروة ازيك؟ الحمد لله، ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام، اتفضل. لو سمحت أنا كنت عايزة أسأل الدكتورة سؤال، اتفضل. بس لو سمحت ما ترديش عليا إلا بعد ما أقفل. طيب اوكي. اسمعيني بس معلش من أنا عندي التليفون عشان بنوتي وقت سنة الحلقة. 5 ابتدائي. اسمعيني من التليفون عشان الصوت بيتكرر. ما انا بتكلم بالتليفون. المهم بنتي بقت عنيده جامد وعندها ضعف تركيز خالص، ما عندهاش تركيز وضعيفه في التعليم، وانا مش عارفه اعمل معاها ايه. في حاجه تاني ولا بس كده؟ بس كده. استاذه مروه ما احنا مش سامعينك، وطي التلفزيون. عندها اخوات؟ هي عندها اخوات؟ عندها اخوات، عندها اخوها في سنه اولى اعدادي واختها في 3 سنين. علاقتهم ايه ببعض؟ ايه معلش اسمعينا من التليفون.
طيب الو، طيب شكرا، هنجاوب على حضرتك. اتفضلي. هو انا يعني انا مش قلت، واضحه قوي بس علشان وانا كمان قلت الاسباب، يعني يعتبر ان اي حد هيتصل دلوقتي كمان انا شايفه ان مش شرط، يعني في ناس ممكن تقولي لا اصل انا ما بعملش النقطه دي والنقطه دي والنقطه دي، نقطه واحده كفيله تخلي الطفل عنيد. انا قلت تقريبا 15 او 20 سبب يخلي الطفل عنيد، ممكن واحده تعمل ال 20 سبب، ممكن واحده ما تعملش غير سبب واحد، تبقى هي بتهتم وبتحاسب شخصيته و و و و و بس تيجي في الاخر تحمله فوق طاقته في الاوامر، ده تمام. بتخلي طفل عنيد. في نهاية حلقتنا النهاردة أحب أشكر أستاذة آية، ويا رب نكون قدرنا نوصل حل لمشكلة العناد عند الأطفال، واستنونا في حلقة جديدة من ساعة في بيتنا.